ادي لايكات وادي تعليقات وادي جامد عشان جامد انت ما خدش. عايز ابدا معاكم النهارده من عند سفالة الظلام ضحي. سفالة الظلام ضحي، طبعا ناس كتيرة متوقعة ان انا النهارده البداية تكون مما كتبه المستشار تركي آل الشيخ. بصراحة يعني ليس لدي اي تعليق على ما كتبه معالي المستشار تركي آل الشيخ، لكن لو حد يسأل اي سؤال اجاوبه، ولكن اذا كنت عايز تحل لوغاريتمات ما كتب فعليك ان تسأل معالي المستشار تركي آل الشيخ نفسه. يعني ما كتبه معالي المستشار تركي آل الشيخ: لم أتأذى في حياتي من أعدائي كما اتأذيت من أصدقائي، وهذا إن دل أن الغلط يكمن في لأنني لم أحسن اختيار الأصدقاء. والله خليني إذا كنت أقول حاجة أستعير ما قاله سيدي ومولاي رسول الله صلى الله عليه وسلم واللي قلته امبارح: مثل الجليس الصالح والسوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن تبتاع منه وإما أن تشم منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يأذيك ويحرق ثيابك وإما أن تشم منه ريحا خبيثة. فأعتقد معالي المستشار تركي آل الشيخ أيقن بكتابته لهذا البوست أن هناك كثير من الخبثاء وكثير من الذين ينفخون في النار يريدون أن يحرقونه بها، ولكن من هم؟ هو الوحيد الذي يستطيع أن يفسر ما كتب. لا نستطيع أن ندخل في نوايا أحد، ولكن هو يعني بوست مبهم ولكنه فاضح، بوست مختصر ولكنه كاشف، بوست كان مهم في توقيت مهم ولكنه غامض. ولكن أن تأتي بهذه الكلمات القوية يا معالي المستشار خير من أن لا تأتي أبدا. أنا أحييك أنك أنت كتبت رغم الظروف التي تعاني فيها، ودايما أفكر الناس بأن يدعو لك بالشفاء وأنا أولهم. ربنا يشفيك ويعافيك ويتم عليك عافيته وستره وشفاؤه، وتعود إلى منزلك وأهلك بالسلامة والعافية والستر، ويبعد عني وعنك شر المرض. ولكن هذه الكلمات المهمة: أنني لم أتأذى كما قال معالي المستشار تركي آل الشيخ في حياتي من أعدائي كما تأذيت من أصدقائي، وهذا إن دل يدل على أن الغلط يكمن في. هو اعتراف صريح من الرجل بأن هناك من نالوا صداقة الرجل وهم لا يستحقون، من قربهم إليه وهم حسالى لا يستحقون، من سمح لهم أن يكونوا بجواره وهم خونة لا يستحقون. لأن الكلام مهم جدا ولكنه جارح ولكنه مؤلم، وإياك أي إنسان أن يتحدث بلسان أحد، فكل إنسان له لسان يدافع به من خلاله، إلا إذا دفعت عن كلمة الحق فأنت لا تحتاج إلى إذن ولا استئذان، أو ترد غيبة محب أو راجل بتعزه فأنت لست محتاج إلى استئذان. ولكن أن تعطي لنفسك توكيل وثق بأنك أنت تقول أنا بشتم ده إرضاء لده، أو بدمر الكيان ده عشان أرضي ده، أو أنا أقول إن فلان أحسن من ده عشان أتكسب من وراه وأتربح من وراه، فهذا شأن لا يفعله إلا السفالة والحقراء. وأعتقد إن هذا الكلام اللي كتبه الموسيقار تركي آل الشيخ كلام قوي جدا جدا جدا. ربما يأتي تفاعلا مع ما قلناه بالأمس أو ما قاله غيرنا من الزملاء أو ما قاله كثيرون، ولكن في النهاية قيل ولا بد أن نقف أمامه طويلا طويلا. ليه؟ لأن بالأمس مرتضى منصور استغل اسم المستشار تركي آل الشيخ استغلال سيء. هل يقصده؟ الله أعلم. هل يقصد غيره؟ الله أعلم. هل يقصدني؟ الله أعلم. هل يقصدك؟ الله أعلم. هو الوحيد الذي يستطيع أن يفسر ما كتبه هو معالي الموسيقار تركي آل الشيخ. ولكن أرى دائما أنني من واجبي أن أرد غيبة الرجل، خصوصا وهو مريض. وتأكيدا للي أنا قلته امبارح، النهارده الأستاذ المحترم الأستاذ أشرف ملاكة
وخليني أهيئ أشرف ملاكة، لأنه انفرد النهاردة بكواليس ما جاء في اجتماع مرتضى منصور مع ما يسمى جروبات الزمالك، وهم طبعا لا جروبات الزمالك ولا أي حاجة، يعني هم مجموعة من ال يعني شوية يعني بشر، خلينا نحترم الناس كلها، مش عايزين نغلط في حد، ولكن هم لا يعبروا لا عن جماهير الزمالك، والثروة اسمه أشرف ملاكة مش أشرف ملاك، لا يعبروا عن جماهير الزمالك ولا حتى صفحات الزمالك. ولكن خليني بس تأكيدا لما قلته على مسؤولية أشرف ملاكة والقناة أخبار تيكاواي، وانا يا ريت برشح لكم انكم تشوفوا الفيديو ده كامل، لانه مليء بالاسرار ومليء بالخفايا. الاستاذ اشرف اتكلم عن اهم ما جاء في اجتماع امس مع مرتضى منصور، وكانه يؤكد صحه ما ذكرته بالمساء، يعني هو الراجل الصبح عمل فيديو وصلني حاجه هايله جدا جدا جدا، بيؤكد بالمستند، بيقول ان تم استغلال اسم ترك الشيخ، وان مرتضى منصور قال حرفيا ان انا باخد تعليمات من المستشار ترك الشيخ علشان خاطر اهد الاهلي. انا هنا لا اتكلم عن اشخاص، وارد ان يكون بينك وبين اي شخص سوء تفاهم، ولكن انك انت تقول هذا الكلام الخطير، انا امبارح قلت اتحدى ان كان المستشار ترك الشيخ له علاقة بما قاله مرتضى منصور، ولا أريد أن أدخل في أمور ما عنديش فيها معلومات، ولكن خلينا نسمع أشرف ملاكة، لأنه بيؤكد صحة حاجات كتيرة قلتها الفترة اللي فاتت وحضراتكم بتحاولوا تلموا الخيوط. اسمع معايا كده. أي حاجة تركي آل الشيخ. الراجل قعد يشكر في تركي آل الشيخ وقال لهم في الاجتماع إن اتصل بتركي آل الشيخ وتركي آل الشيخ رد عليه وقال له الآتي بعد ما اطمن على صحته واطمن عليه وقال له كل سنة وأنت طيب يا معالي الوزير. حصل الآتي، قال له إيه؟ قال لي تركي آل الشيخ قال لي ما تسيبش الأهل يا مرتضى، خليك وراهم يا مرتضى. يا سلام، تركي آل الشيخ قال لك يا مرتضى ما تسيبش الاهلي؟ تركي آل الشيخ هو اللي بيحرضك انك تهاجم النادي الاهلي؟ مش احنا اللي بنقول دي تصريحات مرتضى منصور في اجتماع، تصريحات مرتضى منصور في اجتماع سوشيال ميديا الزمالك. تاني، تصريحات مرتضى منصور في اجتماع سوشيال ميديا الزمالك، هو اللي قال كده. يا وزير بيقول انك انت اللي بتحرضه، يا سيد ترك مرتضى بيقول ان انت اللي بتحركه، رد عليه بقى، او يمكن حضرتك هو اللي بيقول، احنا ما بنقولش حاجة. يعني خليني، ده كلام مهم جدا قاله الاستاذ اشرف. المعلومات اللي فيها الاستاذ اشرف زي ما انتم شايفين بيقول ان عنده فيديوهات، وان الكلام ده حصل ما بين مرتضى منصور وما بين المجموعه اللي كانت موجوده، وفي ناس مسجله ده، وهو اذاع تسجيلات في فيديو بعدها، واكد ان هذه التسجيلات كان فيها كوارث وكان فيها مصايب. فهنا احنا بنقف قدام حاجة مهمة جدا، لماذا يتحدث مرتضى منصور بلسان الآخر؟ انت كأهلاوي او انت كمصراوي بتسمع ناس حتى غير الأهلاوية بيشتموا، ما في محافظين بيشتموا وفي رؤساء أحياء بيشتموا مش أهلاوية، وفي ناس كتير بتتشتم مش أهلاوية، وفي ناس كتير بتتشتم أهلاوية، وفي كيان بيتشتم كل يوم اسمه النادي الأهلي. لما تسمع الكلام ده ماذا تصنع؟ هتضرب كف. يا هي وصلت الدرجة ان تركي آل الشيخ يمول مرتضى منصور عشان يهد الاهلي، وكل الناس اللي بتتشتم دي بمباركة الراجل؟ يا معقول وصلنا للدرجة دي؟ انت هتقول كده على طول. وهكذا نجح مرتضى منصور في ان يصنع لك شرخا جديدا يجعلك تبعد بعيدا بعيدا بفكرك وتذهب إلى المحظور، ورجل مريض وبريء من هذا الموضوع، براءة الذئب من دم ابن يعقوب. والدليل على أنه النهاردة يخرج من مرضه ويكتب هذا الكلام المهم المبهم الذي لا يعرف معناه إلا هو، دليل قاطع على أنه تألم مما سمع،
وانه اتضايق من اللي عرفه، وانه لم يكن يتمنى ان يبقى في ناس او في بشر في زمن الكورونا عديم الإنسانية وعديم الرحمة وعديم الاحترام، يستغلون اسم رجل مريض رغم انه اسم كبير ومحترم ليتاجروا به بين الناس او قدام شوية عيال. اهو الكلام واضح. لم اتأذى في حياتي من اعدائي كما تأذيت من اصدقائي، وهذا ان دل يدل على ان الغلط يكمن فيا لانني لم احسن اختيار الاصدقاء. لم احسن اختيار الاصدقاء. احنا فتحنا جمل لا نرجو من ورائه الا الشفاء وارضاء الله عز وجل. بعد ان تطاولت السنه كثيره في الفتره الاخيره على الرجل في هذا الملف، والبعض كان له الاتهامات يمينا ويسارا، والسبب اكتشفنا اننا نقدر نتكلم بلغه الغائب الا عندما نمسك دليل. قلنا لكم الدليل امبارح، مرتضى قال ايه في نادي الزمالك، واشرف ملاكه النهارده اكدوا بما لا يدع مجال للشك في فيديوهاته على مدار اليوم، في منها تسريبات صوت وصوره، وفي منها حاجات قالها وقال بحتفظ بالفيديوهات ليا. وحضرتك ادخل على قناة اخبار تيكاوي هتشوف هذه الامور. احتراما مني انا مرضتش اخد فيديو واقوله لك منسوب لمين، لازم ادي الراجل حقه، لان ده انفراد لمحترم اشرف ملاكة لرجالته دخلوا وسجلوا وبعتوله تسجيلات، فلا بد ان نشكره لان هو اللي عمل السبق. فيا معالي المستشار ان تأتي متأخرا خيرا ان لا تأتي ابدا، ولكن مليون سلامة. وانا اقدر مدى الوجع اللي انت فيه والالم اللي انت فيه، وان تكتب وانت جوع فذلك يدل دلالة كبيرة جدا على اني الم الصديق يفوق ما انت فيه من الام. وان كانت الناس تبحث عن تفسيرات اكتر ونفسها انك تتكلم بشكل صريح وتقول بالاسماء، لان اتعودنا منك كده، ادي جامد عشان جامد لسه ما خدش. ابو ناصر قول انا ماليش علاقة بفلان وعلان ومدركان، وعيب ان فلان يتكلم بلساني، وماليش علاقة بده، ده يشتم ده يعمل، ماليش علاقة بيه. لان اهم تصريح النهاردة برضي خرج من عند المستشار تركي آل الشيخ، ان الراجل اكد، مش عارف حضراتكم ده تعرفوا ده ولا سبق ليا، انه له 3 اشهر منقطع عن الرياضة المصرية ولا يتواصل مع اي احد. اهو التصريح عندي اهو حضرتك، على كان بس انا بجيب لك من اول السطر والشيء بالشيء يذكر. ادي التصريح اهو كما وصلني اهو، شوف اهو، شايف اهو. رغم الرسالة الغامضة، تركي آل الشيخ ليس لي اي علاقة بالرياضة المصرية ولا اي منتسب لها منذ 3 اشهر. ده كلام عن طريق بعض الناس المقربين لي، والنهاردة اتخذ في بعض المواقع. طيب الناس دي بتتجر باسمه ليه؟ بتاخد اسمه ليه؟ لن يهدأ ما في قلوب المحبين من نيران الا عندما يكتب ابو ناصر صراحة ويفضح هؤلاء، لانهم استغلوا مرضه واستغلوا كل شيء ولم يراعوا لا إنسانية ولا ضمير ولا حياء ولا أخلاق ولا احترام ولا عيش وملح ولا كرم من الراجل ولا أي شيء يذكر. يا أخي طب حتى اللي يستغل اسم واحد يا أخي يحترم أنه في سرير المرض، يعني ربنا يشفيه ويعافيه، لكن أن تستغله ظنا أنه لا يعرف أو لن يعرف أو لن يكتب أو لن يتكلم، فالله غالب على أمره. كتب الرجل وهو في مرضه ففضح الكل رغم إبهام، ولكن ما زال هناك من ينتظر أن يفضح هؤلاء بالاسم. ولا تأخذك فيهم شفقة ولا رحمة يا أبو ناصر، افضحهم بالاسم. لدرجة أن الأخ أشرف ملاك تعفف أنه يكمل باقي الفيديو. شوف عكان أنا محترم بنسب للراجل، تعفف أنه يذكر باقي الفيديو لما فيه من محتوى أكال وقال وعاد
ونسب كل الكيل والكلام والعيد والزيد والقرف كله انه بواعز من تركي آل الشيخ، والتسجيلات موجوده واللي قاله اشرف موجود. كون عبد الناصر يطلع يبرئ الموسيقار تركي آل الشيخ ده مش شغلي، ولكنها محبه ولا توكيل منه، ولا انا على اتصال بيه ولا قال لي حاجه، ولكن احساس جالي اقسم بالله، فيشاء السميع العليم ان احساسي يصدق بما كتبه الرجل اليوم. وتاكيد المقربين لي اللي انا قلته لكم من شهور، ليس له اي علاقه من قريب او من بعيد بالرياضه المصريه على مدار 3 اشهر. ده في بعض الناس اتهمت الراجل انه بيتاجر بالمرض. ده في صحف قطريه قالت لك ادعوا عليه بما يستحقه. وفي ناس قالت يا رب ما يرجع، لا حول ولا قوه الا بالله. وصلت الحقد والمتاجره لهذا الوضع، الحاقد والمتاجر واجهين له عمله واحده. فعشان مش عايز اتكلم كتير في الملف ده، لان كلام الرجل يغني وكلام الرجل يحتاج الى تفسيرات، واللي عايز يفسر كلامه يروح له هو، لان محدش عارف هو يقصد مين. ولكن ما زلنا نطلب ان هؤلاء يفضحوا بالاسماء. هؤلاء يفضحوا بالاسماء. لم اتاذى في حياتي من اعدائي كما تاذيت من اصدقائي. هذا إن دل يدل على أن الغلط يكمن فيه، لأنني لم أحسن الاختيار. كمان في النهاردة تصريحين مهمين خرجوا، أن الراجل ليس له أي علاقة بالرياضة المصرية وكرة القدم منذ 3 أشهر وغير متواصل مع أحد. الحاجة التانية أن نادي ألميرية لم يدخل في مزايدة ولم يدخل في رغبة أنه يشتري أي لاعب مصري من أي نادي. اي لاعب مصري من اي نادي. ده اهم ما جاء النهارده.